اوف السيارة طفت يا عيال. يا الله شكرا لدخولكم على المقطع، اللي مو مشترك يشترك ويفعل جرس التنبيهات وانشر المقطع واعطينا لايك، واللي مشترك اشهد بالله انك كفو، انشر المقطع واعطينا لايك. مقاطع ومقتطفات من رحلة مستورة اللي فيها الخطير وفيها النطات الجامدة. الله يا ابو يحيى، الله يحميك ويحفظك. يا ولد ما شاء الله تبارك الله يمكن 6 متر. والله Thank you.
تحتاج عدم العزم كامل. ما شاء الله برضو اداكم طيب. يلا يلا ويتقدم تركي ما شاء الله تبارك الله. يبقى يطلع المحقن من الجنب طبعا ما شاء الله تبارك الله. ايوه طلع اقصى حاجة يقدر يطلعها وبعدين نزل عشان ياخذ عزم. هبدت مع السيارة لف يسار ويحاول يطلع ويحاول يطلع ولكن لم يتمكن من الصعود. لكن شكرا جزيلا انك انت وصلت لهنا. بسم الله توكلنا على الله. محمود تطلع معايا؟ طبعا دبل ثقيل رابع وحجيبها من اليسار وبعدين انزل واجيبها من اليمين. محمود يا تركي والله انسى خلاص. وهذه الكاميرا اللي جاتني هديه 360 درجه تصور. بسم الله توكلت على الله. تقدم الاخوين شوقي اخوين جيمس. ليش يا مسلم خلي السيارة تبرد؟ تو طالع من المحقن صورت بالله؟ لا ما صورتك والله. ولادك عادي ما لحقت يا اخي. انزل مرة ثانية. والله ما دق. قدم تركي. بس والله يا اخوان ماني شايفه في الكاميرا. ايوه هذا هو. والله الهواء جامد هاي ما شاء الله يا تركي ما شاء الله. ايوه الطلعه هذه عشان يطلع وياخذ عزم ويعطيها ويروح. ومعتز الحين بدا معتز ما ادري ظاهر اصفر الشاشه ولا لا. والله ما ادري يا معتز انت ظاهر ولا ما شايف صراحه الشاشه ما هي. تركي اختفى كمان. تركي فوق ما شاء الله. معتز طلع بدا يظهر. اتقدم معتز. لا 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 مالت فيه توقع. انا ما اعتقد. تعتقد انت؟ ان شاء الله. كفو يا معتز كفو يا معتز كفو ما شاء الله تبارك الله. كفو يا معتز ما شاء الله عليك انت وتركي. ويظهر على الشاشة محمود.
محمود يحاول. حلو، تركي يقول لك السيارة طفت عليه. محمود يتقدم. بالله روح شوف ايش عنده. حلو يا محمود. تقدم محمود بشويش، الهبدة جامدة. شوف ما شاء الله، هذا الصح. شوف فين طلع الصلاة النبي عشان ياخذ العزم الجامد. تقطيع ما شاء الله. لا ليه ما اعطاني نمرة زيادة؟ اشتغلت سيارة تركي الحمد لله. كفو يا محمود. لا الجهاز عندك كفل، حطها من جهة ثانية يا عيال. فيحط طالع بنزل على اساس انه حيطلع المحضر. انت من جدك يعني في احد بيطلع المحكم؟ لا لا لا. من المحقر والحمد لله على السلامة. طبعا الحرارة قربت النص بصراحة، جلدت جلد ما هو طيب، لازم اريح السيارة. اوف السيارة طفت يا عيال. يا الله كنت حجيب العيد. يا الله الحمد لله على السلامة. والله ما عاد فيهم من ركب، خلاص جاتني زمان. طبعا احنا الان انا قلت للشباب يمشوا وانا ماشي اخر واحد عشان ايش؟ نحاول من كل نلقطلكم بعض اللقطات الجميلة. مع الشباب. اغرس لكن الله ستر. الله ستر. الطريق اللي راحوا منه شارع اليسار طريق العوائل، وهنا طريق المهجولين. الخير جاي، الخير جاي ان شاء الله. يا محمود يرجع بتشوف الخير والمطر. لا ان شاء الله يجي المطر محمود فيه. يلا نكمل، كملوا يا شباب، كملوا. ثم نحقن من هذا المكان. احنا نجيبها ان شاء الله، نجيبها.
وبكذا انتهينا من طلعة المحقول. نقول الحمد لله على السلامة، جبتها يسار وجبتها يمين ورجعت من اليسار، والخرشة اللي زارت الحمد لله على السلامة.